الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع الطويل نسبيا مكثف إلى حد ما مثال على نموذج ليونتيف في المدخلات والمخرجات، هو ما يسمى عادة بأدبيات الاقتصاد الكلي والجزئي Input Output Model، خاصة بالاقتصاد الرياضي. ليونتيف Input Output Model أو ما يسمى Input Output Model، وعلى بركة الله نبدأ. الآن أذكركم بمقطع سابق قدمته حول نموذج المدخلات والمخرجات Input Output Model، يرجى الرجوع إليه من أجل إنعاش الذاكرة فقط. أقدم هذا المقطع مثالا آخر على النموذج كيف نفهمه وكيف نتعامل معه، وهو من النماذج المهمة جدا اعتمدته أو تعتمد كثير من الدول حتى تبين وضع اقتصادها الكلي. عادة ما يتكون أي اقتصاد في العالم من 4 قطاعات رئيسية. طبعا هنا هذا 4 sectors: قطاع الخدمات service sector بما فيها قطاع الخدمات المصرفية، قطاع خدمات الأعمال أي نوع أو شكل من أشكال الخدمات، وقطاع الزراعة الذي يقدم الغذاء للإنسان والحيوان، وقطاع الطاقة energy sector، وقطاع الصناعة industrial or التصنيع اللي هو manufacturing sector. عادة الصناعة والتصنيع بندرج تحت نفس القطاع. فهذه 4 قطاعات رئيسية. كما يعني يؤكد الاقتصاديون على أن هذه القطاعات تعتمد على بعضها البعض بشكل مباشر وغير مباشر. قطاع الخدمات يعتمد على زبائن من كافة القطاعات الأخرى بما فيه ذاته، وهذا ينطبق على بقية القطاعات. العاملون في الصناعة يحتاجون إلى ما ينتج قطاع الزراعة كالغذاء مثلا، ويحتاج قطاع الزراعة إلى ما ينتج قطاع الخدمات كالقروض المصرفية والعمال الفنيين، ويحتاج قطاع الطاقة إلى ما ينتج قطاع الصناعة والتصنيع كالآلات والمعدات وهكذا. فهناك تشابك واضح، ما يسمى forward linkages و backward linkages، اللي هي التغذية من القطاعات لبعضها البعض، أو الروابط الخلفية والروابط الأمامية بين القطاعات الاقتصادية. نكمل على بركة الله. الآن كيف يمكن فهم هذه العلاقات؟ لنتخيل بأن هناك 3 قطاعات في اقتصاد بسيط. قطاع تصنيع الأثاث المنزلي ندمج له بالحرف H for household furniture، وقطاع المواد الغذائية نرمز له بالرمز F for food، وقطاع الخدمات العمالية L for labor. ولدينا المعلومات الآتية الآن، هذه المخرجات هنا والمدخلات هنا. لاحظوا الآن وضعت هذه الصورة فقط لأذكر بأننا نتحدث الآن عن المخرجات من الأثاث. حتى هذا الاقتصاد ينتج أو ننتج، لنفرض أنه نحن قائمين على هذا الاقتصاد، حتى ننتج وحدة واحدة من الأثاث هناك مدخلات. ما هي المدخلات؟ نحتاج إلى 4 بالعشر وحدة من الأثاث نفسه، من الأثاث نفسه، وواحد بالعشرة من وحدة الفود اللي هي المواد الغذائية، وواحد بالعشرة من وحدة الليبر. إذا حتى أنتج وحدة واحدة من الأثاث أنا بحاجة إلى 4 أعشار وحدة من الأثاث نفسه، وعشر وحدة من الغذاء، وعشر وحدة من العمالة. نذهب الآن ننتقل إلى القطاع الثاني وهو قطاع التغذية والغذاء. حتى ننتج وحدة واحدة من الغذاء نحن بحاجة إلى ماذا الآن؟ بحاجة إلى وحدة واحدة من الأثاث، عفواً عشر وحدة من لأنه بنحتاج الآن وحدة مقابل كذا أجزاء من وحدات هنا. فإذا نحتاج حتى ننتج وحدة واحدة من الغذاء نحتاج إلى 10 وحدة من الأثاث، 13 وحدة من الغذاء نفسه، و14 وحدة من العمالة. لاحظوا هنا العمالة مطلوبة كثير بقطاع الغذاء. وأخيرا بالنسبة لهذا الاقتصاد الافتراضي البسيط، حتى ننتج وحدة واحدة من العمالة الفنية أو الزراعية وما شابه نحن بحاجة إلى 10 وحدة من الأثاث، 14 وحدة من الغذاء، و13 وحدة من الليبر نفسه أو العمالة نفسها. إذن هذه المعلومات مهمة جدا، نستطيع أن نضعها على شكل مصفوفة ثلاثية مهمة جدا تسمى مصفوفة المدخلات والمخرجات. هذه هي المصفوفة الآن. هنا الآن لاحظوا لي H للأثاث، وهنا H للأثاث،
هنا أفلى طبعا أثاث أثاث، غذاء غذاء هنا، وهنا ليبر عمالة، وهنا ليبر عمالة. الآن كما ذكرت قبل قليل بأننا بحاجة إلى حتى ننتج وحدة واحدة من الأثاث بحاجة إلى 14 اللي هي 4 بالعشرة من وحدة من الأثاث نفسه. إذن هنا هذا المدخل هنا الأثاث يحتاج إلى هنا المدخلات وهي المخرجات. إذن المدخلات 14 وحدة حتى ننتج وحدة واحدة من الأثاث، ونحن بحاجة إلى 10 وحدة من الغذاء حتى ننتج وحدة واحدة من الأثاث، وهنا على العمود الأخير هذا حتى ننتج وحدة واحدة من الأثاث نحن بحاجة إلى 10 وحدة من الليبر أو العمالة. ننتقل إلى العمود الثاني اللي هو الفود. من الفود حتى أنتج الآن أنا وحدة واحدة من هذه المدخلات طبعا من الغذاء بحاجة إلى 10 وحدة من الأثاث، بحاجة إلى 13 وحدة من الغذاء، وبحاجة إلى 14 وحدة من الليبر. العمود الأخير إذن هنا هو الآن حتى أنتج وحدة واحدة من الليبر أنا بحاجة إلى 10 وحدة من الأثاث وأربعة عشر وحدة من الغذاء نفسه، أوكي. وهنا وأخيرا أنا بحاجة إلى 13 وحدة من الليبر حتى أنتج الليبر نفسه. إذن هذه الآن 3 بـ3 مصفوفة 3 بـ3، هذه تسمى مصفوفة المدخلات والمخرجات. مهم جدا التأكيد عليها هنا. لاحظوا لي يعني ميزت هذه حتى أذكركم بأن هذه هي المدخلات وهذه هي المخرجات. إذن هذا المدخلات هو العمود الأول 4 بالعشرة 1 بالعشرة 1 بالعشرة من الأثاث، ثم العمود الثاني مدخلات الآن الفود هي 10 وحدة و13 وحدة و14 وحدة، ثم أخيرا مدخلات الليبر حتى ننتج وحدة واحدة فقط من الليبر الآن بحاجة إلى 10 وحدة من الأثاث 14 وحدة من الغذاء نفسه والآن 13. هذه الآن هذه البيانات هنا متوافقة ومتسقة، يجب أن تتوافق هذه البيانات هنا مع البيانات هنا، وهذه البيانات يجب أن تتوافق مع هذه البيانات. هذه الآن كل المعلومات التي نحن بحاجة إليها. الآن نكمل، يمكننا وضع هذه الكميات في مصفوفة مربعة ثلاثية الأبعاد كما يلي. هذه الآن المصفوفة كما ذكرت قبل قليل، ويمكن لنا أن نضعها في مصفوفة الآن A. هذه A هي الآن النسب، أوكي، يعني هي 4 بالعشرة من الأثاث، 4 بالعشرة من الغذاء، عفوا 4 بالعشرة من الأثاث، 10 من الغذاء و10 من الليبر حتى ننتج فقط الأثاث وحدة واحدة من الأثاث. ننتقل إلى العمود الثاني هذا اللي هو حتى ننتج وحدة واحدة من الغذاء بحاجة إلى الآن 10 وحدة من الأثاث، 13 وحدة من الغذاء ذاته، و14 وحدة من الليبر. وأخيرا حتى ننتج وحدة واحدة من الليبر العمالة فنحن بحاجة أو في حاجة إلى 10 وحدة من الأثاث، 14 وحدة من الغذاء، و13 وحدة من الليبر نفسه. الآن هذه نضربها في المصفوفة اللي هو أثاث غذاء عمالة. هذه الآن هي الكميات يعني المجهول اللي يجب أن ننتجها. إذا ضربنا هذا الصف بهذا العمود بطلع عندي هذه المعادلة 4 بالعشرة H زائد 10F زائد 1 ال. بعدين هذا الصف في العمود نفسه بعطيني الصف الثاني هذا 10 أثاث 13 فود و14 عمالة، وأخيرا هذا الصف في العمود هذا بعطيني 10 وحدة أثاث 14 غذاء و13 ليبر. هذه الآن هي المصفوفة اللي هي النسب التي يعني بحاجة إلها من كل مدخل حتى ننتج وحدة واحدة من المخرجات أثاث غذاء وعمالة. هذه الكمية الآن. إذن الآن هنا هذا المصفوفة 3 في 3 اللي هي مصفوفة إيه، هنا أكس هاي 3 في 1 اللي هي الكمية الكلية الواجب أن نوفرها في الاقتصاد، أكس مجهولة بالنسبة لنا وهي التي سنحسبها هاي. الآن مجموع ما يستهلك الاقتصاد هو حاصل ضرب A في H في عفوا في الأكس هنا. هذا الآن المتجه اللي هو يتكون من عمود واحد فقط لا غير. إذا ضربنا A في X هنا
بعطيني مجموع ما يستهلك الاقتصاد داخل الاقتصاد، ما يتبقى إما يخزن لفترات لاحقة أو أنه يصدر. لكن مجموع ما ينتج الاقتصاد أكس هو مجهول، هذه H و F و L مجهولات بالنسبة لنا، فنحتاج إلى أن نعرف قيمة أكس. ما يعني بأن صافي ما ينتج الاقتصاد الآن أكس اللي هي كمية مجهولة ناقص ما ينتج الاقتصاد هنا ويستهلك داخله يساوي الصافي. الصافي هو كل الإنتاج، هذا الإنتاج الكلي، نطرح منه ما يستهلكه الاقتصاد داخله AX يساوي D، هذا D هو عبارة عن الصافي. الآن نعيد، هذا هو مجموع ما ينتج الاقتصاد، هنا هذا مجموع ما يستهلك الاقتصاد AX، D هذا ربما هو الصافي، يعني الصافي ربما يذهب للتصدير. أوكي، أرجو يعني التأكيد على هذا، هذه المفهومة وهذه الأفكار لأنها مهمة جدا في فهم النموذج. نموذج بسيط جدا من الشكل السهل الممتنع. إذا حاصل ضرب هذه المصفوفة، النسب هذه إذا ضربناها بالكم المجهول هذا X، فهو مجموع ما يستهلك الاقتصاد، ما يتبقى هو الصافي. إذا X المجموع الكلي المجهول ناقص هذا A في X يساوي دي الصافي. نستخدم خاصية مصفوفة الآحاد الايدنتيتي ماتريك. تذكروا أحبتي إذا رجعنا إلى مفاهيم المصفوفات ومبادئها، الايدنتيتي ماتريك تتكون من قطر رئيسي كل واحد 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 اللي هي أحد، وما تبقى أصفار. نأخذ الآن بأخذ أكس عامل مشترك نحصل على ما يلي. الآن هاي إذا أخذنا أكس عامل مشترك للجهة هذه بيطلع عندي الايدنتيتي ماتريك هنا ناقص A داخل، ويبقى أكس خارج القوس ودي، يعني بنطبق عليها الآن ما ينطبق على الحساب العادي ينطبق هنا في هذه الحالة على حساب المصفوفات. هذه الآن هي المعادلة التي نتعامل معها. كيف يمكن لنا أن نحصل على أكس؟ بنضرب الآن ضربا قبليا اللي هي معكوس هذه المصفوفة، بضربها هون كمان معكوس هذه المصفوفة بعطيني بالضبط قيمة أكس. إذن هنا هذا ربما يكون الطلب الخارجي الإكسبورت. نكمل على بركة الله. الآن تكون مصفوفة I ناقص A كما ذكرت قبل قليل، هي الآن هذه المصفوفة I ناقص A الايدنتيتي ماتريكس واحد 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 كله على المحور على البرنسبل دايجنال القطر الرئيسي والباقي صفار ناقص A. لاحظوا لي واحد مطروح منها بأربعة بالعشرة بعطيني ستة بالعشرة، صفر مطروح منها واحد بالعشرة بعطيني سالب واحد بالعشرة، صفر مطروح منه واحد بالعشرة بعطيني سالب واحد بالعشرة، وهكذا إلى أن يعني ننتج هذه المصفوفة. الآن بحاجة إلى هذه المصفوفة وحسابها يسمى معكوسة، معكوس المصفوفة I ناقص A اللي هو the inverse matrix of I minus A. نكمل، هاي ثلاثة بثلاثة وهذه ثلاثة بثلاثة وهاي تطلع ثلاثة بثلاثة اللي هي أبعاد المصفوفة. أوكي، السؤال المهم الذي ينبغي طرحه عند هذه المرحلة، كم وحدة من الأثاث والمواد الغذائية والعمل H و F و L ينبغي أن ينتجها الاقتصاد كي يلبي طلبا صافيا؟ طلب صافي اللي هو دي كما ذكرت، دي نحن بحاجة إلى أن نصدر أو نخزن، أو طلب صافي بدنا إياه 400 من الأثاث، 200 من الغذاء و200 من العمل. فإذا كم X؟ يعني X يجب أن تكون كذا وكذا وكذا حتى نوفر هذه، تصبح دي تساوي 400 و200 و200 بالنسبة للأثاث للغذاء والعمالة. نكمل، إذن كي نحسب قيمة المصفوفة دي لابد من حساب معكوس المصفوفة اللي هي هذه، ثم ضربها بعد يعني معكوس المصفوفة ماذا اللي هي I ناقص A لنفسها. إذا حسبنا معكوس هذه المصفوفة وضربناها بكل هذه المعادلة ضربا قبليا، يعني من هون ببدأ الضرب، من هون ومن هون كما يلي. الآن هاي الآن بواسطة برنامج إكسل حتى أكون أمين علميا لأنه بتطول الخطوات، حسبت معكوس المصفوفة I ناقص A بواسطة برنامج إكسل، طلع عندي معكوس المصفوفة I ناقص A سالب A كل إنفرس يساوي هذه القيم 1.875.625. لاحظوا لي هنا في كميات متشابهة، هنا I بسموها سيمتريك وهي سيمتريك وهي بمعنى آخر. شو مقصود هون؟ هنا الذي يختلف والباقي كلياته متماثل، هذه متماثل مع هذه وهذه متماثل مع هذه وهذه متماثل مع هذه. أوكي، الآن طبعا بالصدفة لأنه العقاب اخترتها يعني عن سبق إصرار،
حتى تنتج عندي كميات محددة. وبالتالي هاي ثلاثة في ثلاثة. الآن إذا عودة إلى السؤال المهم الذي ينبغي طرحه عند هذه المرحلة، كم وحدة من الأثاث والمواد الغذائية ووحدات العمل ينبغي أن ينتجها الاقتصاد كي يلبي الطلب؟ ماذا هذا دي اللي هو قبل قليل ذكرناه 400 و200 و200. إذن I ناقص إيه هذه المعادلة من طلق منها. إذا ضربنا الآن هذه المعادلة ضربا قبليا بقيمة المصفوفة المعكوسة، هاي تعطينا قيمة X بالضبط، عندما ضربناها أنتجت هذه القيمة. إذن هذه I سالب A الكل inverse ضربا قبليا بهذه، بطلع عندي الايدنتي ماتريكس هون مضروبة في X يساوي هذه في هذه. لاحظوا لي عندما ضربنا هذه أنتجت أنه يجب على الاقتصاد أن ينتج 1000 وحدة من الأثاث، 1000 وحدة من الغذاء، 1000 وحدة من العمالة حتى يلبي الطلب هذا 400 و200 و200. لاحظوا لها أحبة الطلبة المتابعين للاقتصاد الرياضي، هاي الآن هي الايدنتيتي ماتريكس I اللي هي واحدات بالقطر الرئيسي وأصفار في كل مكان آخر، وهاي عندي قيمة X التي ينبغي أن ينتجها الاقتصاد اللي هي 1000 وحدة من الأثاث، 1000 وحدة من الغذاء، و1000 وحدة من الليبر. كيف توزع هذه الآن؟ السؤال البسيط. نكمل الآن توزيع الإنتاج الكلي، هاي X تساوي 1000 1000 1000 تساوي 600 للاستهلاك المحلي داخل الاقتصاد، وهي 400 دي. إذن هذه لاحظوا لي من أين أتينا بهذه، إذا ضربنا هذا الصف بهذا العمود بعطينا 600، هذا الصف بهذا العمود بعطينا 800، هذا الصف بهذا العمود بعطينا 800. ما يبقى الآن نعطي هذا الصف بهذا العمود بعطينا 600، هذا الصف بهذا العمود بعطينا 800، هذا الصف بهذا العمود بعطينا 800، وهكذا. فالآن توزيعها يكون كما يلي، أنه هاي 6 بالعشرة هنا، 6 بالعشرة من 1000 بعطينا 600، هاي مجموحة هذول 6 بالعشرة، مجموحة 8 بالعشرة، مجموحة هون 8 بالعشرة، ف 6 بالعشرة في 1000 بعطينا 600، 8 في العشرة من 1000 بعطينا 800، 8 بالعشرة من 1000 بعطينا 800، هاي الاستهلاك المحلي. يبقى الآن هاي اللي هي I ناقص A في X الاستهلاك المحلي، وهاي عبارة عن D. الآن هذا التوزيع النهائي، الإنتاج كله 3000 وحدة من كل السلع، غذاء 1000، عمالة 1000، وأثاث 1000. الآن يبقى 400 هنا، 200 هنا، 200 هنا، ربما لتخزين لسنوات أو مراحل قادمة في المستقبلية، أو أنه الآن يذهب إلى الصادرات على يعني يذهب إلى الخارج على شكل صادرات حتى ينمو الاقتصاد. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم لكم أحبتي طلبة الاقتصاد الكلي والجزئي والرياضي، أرجو متابعته وتوقيفه حيثما تحتاج إن شاء الله، وإن شاء الله بتكون من الناجحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.